السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان. يعني كاين واحد الأخبار عفوا عجبوني بزاف، وأكيد كانتوما غادي يعجبوكم. داكشي علاش قلت ندير عليهم فيديو. أولا كنا تكلمنا على أن المكتب خدام بواحد الخطة ديال جلب لاعبين الشباب، وبدأ تيقوم بنفس العمل اللي كان تيقوم به فريق الفتح، كيخطف اللاعبين المزيانين من الفرق ديالهم كيغريهم باش يجيو عنده. فالرجاء حتى هي ولات تدير هذه العمليه، وتكلمنا عليها مزيان. الجديد اللي كاين اليوم اللي قلت لكم عجبني بزاف وقلت ندير عليهم فيديو، هو واحد اللاعب اسم ديالو الزهلي ياسير. هذا اللاعب كان في الرجاء ومن بعد مشى للغريم. اليوم الرجاء قدرات ترجع هذا اللاعب الاكاديميه ديال الرجاء وسيناو معاه. فكما كنقول لكم العمل في هذا الاتجاه صراحه كيستحق التنويه من المكتب. زائد واحد المفاجاه الكبيرة، مفاجأة ماشي في الفريق الأول ديال كرة القدم، ولكن مفاجأة نقدروا نقولوا مدوية. علاش؟ أنا نقول لكم علاش. المفاجأة هو أنه الناس المختصين في الشأن الرياضي في المغرب فاقوا على واحد الخبر اللي صدماتهم، وكانت صدمة كبيرة. شنو هي هاد الصدمة؟ هو ان الرجاء تعاقدات مع المدرب هيدامو باش يشرف على تدريب الفريق النسوي. كذلك ما نساوش الاخوان الفريق النسوي، راه المكتب صراحة دار انتدابات كبيرة وخدام باش الفريق يطلع من القسم الثاني للقسم الاول. سيناو مع بعض اللاعبات من فرق عديدة في المغرب اللي غادي يقدروا يعطيو إضافة، يعني الدريات اللي سيناو معهم راه مزيانين. زاد دابا بودريقة سينا مع هيدامو. هذا المدرب علاش قلت لكم مفاجأة مدوية؟ هذا السيد راه هو اللي صنع مشروع ديال الجيش الملكي النسوي، وهو اللي قاد هذا المشروع، وكان بسببه الجيش سيطرات على البطولة النسوية ب 17 لقب متتالي، وتمت الإقالة ديالو بواحد الطريقة غير لائقة، وكانت الصحافة تكلمت عليها بلا ما نطول لكم فيديو أكثر. يعني السيد راه مدرب كبير ومحترف ويقدر يصنع لك فريق ديال الألقاب. شنو وقع يا الإخوان؟ علاش انا قلت لكم مفاجاه مدويه؟ لانه من بعد فاش تمت الاقاله ديالو بطريقه غير لائقه من الجيش، مشى للغريم. والغريم اللي متبع الكره النسويه والنتائج ديالها راه غادي معاهم مزيان الاخوان. الخبر اللي قلت لكم مفاجاه وكانت كقنبله اليوم هو ان هيدامو سينا مع الرجاء، وقدر بودريقة يقنعو باش يجي يشد مشروع ديال الرجاء. اذا كاينين بزاف المفاجآت خدام عليهم المكتب. نتمنوا التوفيق للمكتب الصراحة، لانه كما قال بودريقة تيخدموا على اكثر من حاجة ماشي غير فريق ديال كرة القدم فقط. ان الرجاء كاسم كبير خاص يكون عندك فريق كرة السلة، فريق كرة داخل الصالات، يعني الرجاء خاصة تكون كما كنقولوا كبيرة وفريق عالمي واحترافي، ماشي عندك غير فريق كرة القدم. لا، خاص يكون عندك فريق ديال كرة القدم، يعني الرجاء خاص يكون عندك فريق كرة القدم نسوي، خاص يكون عندك كرة السلة لا صنف ذكور لا صنف إناث مزيانين، يعني خاص جميع الفروع تكون عندك مزيانة. وهذا الشيء خدام عليه المكتب الإخوان، خدامين عليه، هذا الشيء خدام عليه المكتب باش الرجاء تكون كفرقة في أي مجال غادي تتكلم فيه تكون الرجاء
عندها ألقاب وعندها فريق قوي، يا في كرة السلة يا ألعاب القوى. يعني هاد الشيء راه مشروع يا إخوان، مشروع ماشي ديال نهار ولا يومين ولا شهر، راه مشروع خدام عليه المكتب الله يعاونهم. يعني حسب المعلومات اللي كتوصلني على بعد الفروع، وكما تكلمت لكم دابا على كرة القدم النسوية، راه خدامين 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 الله يعاونهم والله ييسر لهم أمور. شكرا لكم الإخوان والله يعاونكم.